السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين في قناتي. اللي عايز يجي يتدرب ويفهم يعني ايه سيرف سكيت يكلمني، هيلاقي كونتاكتس تحت في الديسكريبشن، تحت في الديسكريبشن بوكس هيلاقي المعلومات كلها. هتلاقي جروب فيسبوك، جروب تخش على الفيسبوك جروب تشوف كل البوست اللي انا عاملها، تقريبا انا اللي عامل البوست وفي ناس تانية حتى اسئلة وكده، وانا برضو برد على معظم الاسئلة وكده. فشاركوا مش بس في اليوتيوب شانل، لا لازم تشاركوا كمان في الفيسبوك شانل، في الفيسبوك شانل قصدي في الفيسبوك جروب. عربيات كتير قوي لسه معديه دلوقتي، يعني لخبطتني. ما علينا، انتوا دلوقتي هتخشوا على الفيسبوك جروب وتعملوا سبسكرايب على اليوتيوب شانل عشان تفهموا بس السيرف سكيت عباره عن ايه. لازم تتفرجوا على كذا فيديو. انا دلوقتي جايب كل السكيت بوردز دي، هشرح لكم ايه الفرق. هي طبعا بالنسبه لحد مش يعرف، ما يعرفش يعني ايه سكيت بورد، بالنسبه له كل الحاجات دي يعني كلها شبه بعض، كلها زي بعض. وهي فعلا فروقات بسيطه جدا بس بتفرق جدا جدا جدا، فرق السماء والارض بجد. يعني السيرف سكيت لوحده ده المفروض ده يعني زي كده، المفروض يتعمل له سكشن لوحده، يعني هو زي يعني زي كده ستايل معين. هو مش ستايل، يعني هو في طبعا سكيت بورد ستايلز، في فري ستايل وفي رامب ستايل وفي هاف بايب ستايل وفي سكيت بارك ستايل وفي ستريت ستايل. فالسيرف سكيت بقى حاجة تانية خالص غير دول كلهم. وبرده في سكيت بارك ستايل، برده في رامب ستايل وفي كل حاجة، بس هو الفروقات في فيديوهات بقى تانية. انتوا تتفرجوا على الفيديوهات التانية هتعرفوا يعني ايه سيرف سكيت. اوكي، على الماشي كده، هو مفيش فيديو معين مكتوب عليه what is the difference between سيرف سكيت وسكيت بورد، بس وانتوا بتتفرجوا كده هتلاقوا ان انا بشرح ساعات في فيديوهات فيها انا بتكلم فيها، في فيديوهات انا بتكلمش فيها خالص. فهتفرجوا على الفيديوهات القديمة عشان تعرفوا، بدل ما اقعد اعيد نفسي وكده في فيديوهات. فالنهاردة جبت الكونز دي اللي هي اليالو كونز، وهوري لكم حاجة جديدة، اشرح لكم ازاي السيرف سكيت بيلف لفات ضيقة، فمفيد من ناحية ان انت لو نازل نازلة تاخدها زي حاجة اسمها الفولينج ليف. الفولينج ليف دي بتاعت الطيارين، الطيارة لما بتيجي تنزل في المطار بيبقى هنا الرانوي مثلا والطيارة نازلة كده، فالطيارة عشان تنزل وتنزل الالتيتيود بتاعها، الارتفاع بتاعها عشان تنزل، ما بتنزلش بوز لتحت، بتنزل بطريقة حاجة اسمها فولينج ليف، بتقعد تعمل كده زي ورقة شجر بتقع من الشجرة، فهي بتعمل كده كده وكده 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 عشان تنزل الالتيتيود بتاعها. بس طبعا كل اللي في الطيارة مش حاسين ان هي بتنزل كده، ففي طبعا نازلة كده وفي نازلة اللي هي الفولينج ليف. فالشارع بالنسبة لي هو كأنه الرانوي بتاع الطيارة وانا بعمل فولينج ليف، بس طبعا بغير الهيدنج بتاعي، بعمل كده وبعدين بعمل كده وبعدين بعمل كده وبعمل كده، بقعد اعمل كده كتير عشان اخد الطريق براحتي خالص، مش انزل دغري. الطيارة يعني انتوا بتحسوا ان هي بتنزل دغري وكده وكل حاجة تمام، بس هي اكشلي عشان تبطأ بتعمل حاجة اسمها الفولينج ليف. دي واحدة من التكنيكس بتوع الطيران، يعني مش دايما بتعمل كده بس دي حاجة منهم يعني. بس فانا دلوقتي هوري لكم الفرق ما بين مثلا السكيت بورد ده اللي هي التراكس السيمتريكال. سيمتريكال ليه؟ لان التراك اللي قداماني زي اللي ورا بالظبط، يمكن هنا انا متك عليه اكتر ورا، متك عليه قصدي قدام. فقدام انا مخففه اكتر من اللي ورا عشان هي كده يعني. ورا بيبقى معظم الوزن ورا وقدام وزن خفيف، عشان اخلي السكيت بورد يلف اكتر بخفف اللي قدام، وهي اي سكيت بورد كده يعني. بس معظم الوقت الاثنين دول التراكس دي
شبه بعض بالظبط. هي بيسموها سيمتريكال تراكس، او يعني ما بيسموهاش سيمتريكال، بس هي شرحها بشرح لكم يعني ان هي سيمتريكال. ليه؟ لان لما بدوس في جنب من الجنبين دول، الجنب ده او الجنب ده، دي بتميل قد دي بالظبط. انما السيرف سكيت بقى مش كده، السيرف سكيت اللي قدام هنا وابلي جدا، بس فده بيساعد انه بياخد لفات ضيقه جدا. فاللفات الضيقه جدا دي بتساعد ان انا اخد الطريق اقعد اقصقص فيه بالراحه خالص جدا جدا، ومش نازل داون هيل بومبنج. لان الداون هيل بومبنج اصلا انت لازم يكون التراكس يكونوا تايت جدا، لازم تقعد تتك على التراك تخليه تقريبا ما بيميلش عشان السكيت بورد ما يعملش منك وابلز كده وانت ماشي. لو عمل وابلز كده يبقى تفهم ان انت خلاص هتطير من على السكيت بورد، او خطر جدا. فبس بتفرق في ايه كمان السكيت بورد؟ بيفرق لو السكيت بورد قصير كده، الويل بيس بتاعه، الويل بيس بتاعه لو هنا من العجلة دي للعجلة دي هو ده الويل بيس. ففي اللونج بورد كل ما السكيت بورد يبقى أطول زي ده كده، كل ما اللفة تبقى أوسع. فده مثلا ده عشان يلف زي البرجل، تخيلوا هو برجل، وهنا ده التراك اللي ورا ده هو الحته اللي فيها بوز، واللي فوق هو الحته اللي فيه القلم، قلم رصاص. فده هيعمل دوريه اكبر من دي، فده هيلف اكتر اسرع من ده. بس ده بالنسبه للويل بيس. بالنسبه للتراكس، في برضو التراك ده مفروض ده ريفرس كينج بين، فبيلف اكتر من التراك العادي، بس مش كتير قوي يعني، لان هو برضو بيلف اكتر بس يعني ممكن تتك عليه ما يلفش. ففي كذا حاجة ممكن تعملها في السكيت بورد تغير الاسبكتس بتاعته تماما. فدلوقتي هوري لكم بقى هو الكونز دي. هبتدي بالسيرف سكيت الاول، اللي هو السيرف سكيت ده كارفر. دي اسمها سي اكس تراكس، اوكي. دي غير السي 7. السي 7 بيبقى شكله عامل كده، اوكي. السي 7 بيبقى شكله عامل كده، ده اريح بكتير طبعا، كروزر اكتر من ده. بس ده انا مخففه فهوري لكم الفرق، بس قد ايه بياخد الموضوع ضيق.
بس فدي بتفرق معايا جدا في اللفات، لما اكون نازل شارع زي الشارع ده باخد الشارع بطريقة زي الفولينج ليف، اقعد اجي للإكستريم رايت وبعدين إكستريم ليفت، وبعدين انا ممكن اعمل يوتيرن من غير ما استعمل الدير اللي ورا. فدي طبعا بتفرق كتير جدا غير يعني السكيت بورد العادي او اللونج بورد حتى. ما ينفعش تعمل يوتيرن، النزلة هتنزلك هتعمل لفة كده هتلاقي نفسك داخل في الرصيف ده او داخل في الرصيف ده، فده ميزته ان هو من كتر ما بيلف ضيق ممكن تعمل يوتيرن في النزلة، وانت نازل كده هتروح عامل يوتيرن كبيرة، وبعدين لما بتعمل يوتيرن فانت كأنك طالع، فكده ولا كده انت بتهدي وبعدين بتلف الهيدنج بتاعك بتجيبه ناحية النزلة وبعدين تنزل تاني، وبعدين اول ما تسرع تاني تروح لافف لفة واسعة تعمل يوتيرن. يعني مفيش سكيت بورد تاني ممكن يعمل كده. هنا انا بالسكيت بورد العادي، سكيت بورد العادي اهو، هنشوف بقى هيلف قد ايه، هنشوف. طبعا الموضوع اصعب بكتير، يعني زي ما انتوا شفتوا كده بالسكيت بورد ده بيبقى فيه في اول حاجة ان انا لازم استعمل الديل اللي ورا عشان اقعد اعمل تيك تاك، ثانيا عشان امشي اخلي البورد يمشي لقدام لازم اعمل تيك تاك تيك تاك، اللي انا اقعد اعمل كده بالديل اللي ورا واحرك، وعشان الف لازم برضو استعمل الديل اللي ورا في اي حتة، يعني مهما انا ملت وحتى لو خففت قوي دول الصواميل دي برضو عمرها ما هتجيب اللفة اللي هي تعمل يوتيرن وتخليني اعمل يوتيرن في نزلة زي دي، عمرها ما هتعمل كده. ولو لو خففت التراكس عشان يعمل فعلا يوتيرن هتلاقيه بيعمل يوتيرن بس هيجيلك ويل بايتس، هنا دي العجلة هتلمس الخشبة وهتطيرك من على البورد. وحتى لو عندك رايزر بادز لو عندك رايزر بادز برضو هتلاقيه بيلف وبيعمل اليوترن اللي انت عايزه، بس هتلاقيه وابلي جدا مش هتبقى عارف توقف عليه، حتى وانت نازل هتلاقيه بيعمل كده مش ستيبل خالص. فميزة السيرف سكيت ان اللي ورا مربوطة جامد واللي قدام بتعمل حاجة زي سيميليشن للسيرفينج، فطبعا ده يعني اختراع رهيب، يعني ده مش سكيت بورد طبيعي. واللي عايز يجرب يجي يجرب، اهلا وسهلا. يعني انا فاهم، انا فاتح بيتي لاي حد عايز يجي، وعندي سيرف سكيت للبيع وعندي سكيت بوردز عاديه برضو كروزرز للبيع، مش العجل الصغير ده. بالنسبه للعجل الصغير يعني بصوا ده سوفت، عجلة صغيرة بس سوفت فما بتعملش دوشة قوي، يعني لما بنزلها كده مفيش صوت جامد قوي، يعني زي ما انتوا شفتوا كده صوتها جامي كأنها كده جامي جم. بس انا اهو عملت يوتيرن بس بالعافية، يعني بس هوريلكوا بقى سكيت بورد تاني العجل بتاعه هارد. هنا السكيت بورد ده العجل بتاعه هارد وعجل فاشل صراحة، فالبيرينجز كويسة جدا بونز بيرينجز ريدز، بس العجل فاشل، العجل ماركته اوكسيلو
واكسيلو دي يعني ماركه مش كويسه خالص للسكيت بورد، فبتفرق في السرعه. سوري دي بون سويس، البيرنجز دي بون سويس، مش عارف هتشوفه ولا لا، مش عارف هتبقى باينه ولا لا، ما علينا، هي بون سويس. فدلوقتي هتشوفوا الفرق، هتلاقوا ان العجل الفاشل ده حتى لو انت حاطط بيرنجز كويسه قوي هتلاقي ان العجل بيبطئك. واخيرا ده اللونج بورد، نجرب اللونج بورد برضو. فانت لما تيجي عندي هتجرب كل ده، هتجرب اللونج بورد، تجرب وقفته، هتجرب السيرف سكيت، هتجرب ديفرنت بوردز مختلفة. يعني كان في واحد عريض وكان في واحد يعني مش عريض قوي زي التاني. يعني من الاخر كده، لو حتى معاك لونج بورد زي ده، حتى لو معاك لونج بورد زي ده ريفرس كينج بين، برضو مش هتقدر تاخد اللفات ضيقه انك تقدر تعمل بيها يوتيرن على الطريق زي السيرف سكيت. فزي ما وريت لكم كده في الفيديو، السيرف سكيت بيلف لفات ضيقه جدا، فده بيسمح انك تقدر تاخد الطريق بدل ما تنزل نازله. ولو هنقول مثلا انك نزلت النازلة دي وطلعت منها سليم، انت نزلتها بسرعة جدا، فيعني انت هتضطر ترجع كل ده ماشي تاني عشان تنزل تاني. فانت مثلا اخدت النازلة في نص دقيقة، بالسيرف سكيت انت ممكن تاخد النازلة اللي انت اخدتها في نص دقيقة دي ممكن تاخدها في 5 دقايق مثلا. فطبعا سيرف سكيت ألذ بكتير، مش عشان هو بطيء على فكرة، هي الفكرة مش ان السيرف سكيت بطيء، بالعكس السيرف سكيت انت بتاكل كل حتة في الطريق، بتخش يمين الطريق وشمال الطريق وتقعد تعمل يوتيرنز ولفات كمان، ممكن تعمل لفة حوالين نفسك اسمها راوند هاوس في السيرف سكيت تيرمز. وطبعا مفيش حاجة اسمها فولينج ليف في السيرف سكيتينج ولا في السكيت بوردينج، ده ترم بيستخدموه الطيارين في الطيارات، فانا بس كنت بستخدمه عشان اشرح بيها ايه فكره السيرف سكيت، وحاجه زي تشبيه كده يعني انا بشبهها بكده يعني. بس فهوري لكم اخر بقى حاجه كده شويه من السيرف سكيت بس بسي 7 بقى. سي 7 ده هو ده اللي انا بستعمله دايما، وهو ده المفضل بتاعي.
هو ده اللي انا بحبه اكتر واحد فيهم يعني. طبعا السي اكس لذيذ وكل حاجة، وبورد مختلف. البورد بتاع سي اكس ده اسمه نوكس، تيلر نوكس كارفر. فتيلر نوكس ده يعني انا لذيذ وكل حاجة. هو البورد عريض، ف يعني يبقى احسن طبعا لحد بيجينر او واحد رجليه كبيرة قوي. انما انا بحب اللي هو البروتيوس السيرف سكيت ده، هو ده مقاس مظبوط جدا، والويل بيس بتاعته مظبوطة جدا برضو، لان السيرف سكيت حتى لو طول الويل بيس بتاعته برضو دي هتفرق في اللفة، اللفة هتبقى اوسع. فانا جربت احط التروكس دي اللي هي السيرف سكيت تروكس على لونج بورد عشان اشوف ايه هيحصل، ايه يعني هقدر اخد لفات ضيقه برضو باللونج بورد ولا لا. لقيت ان اللفات فعلا اوسع شويه يعني، برضو بيلف ضيق اكتر من اي سكيت بورد تاني، بس برضو اللفات بتبقى اوسع. ففي زون كده حلوه جدا للسيرف سكيت، المقاس في المقاسات. فمهم قوي لو انت بتفكر تشتري سيرف سكيت تيجي وتسألني وتجرب حتى السيرف سكيتس اللي موجودة عشان تعرف أني مقاس بالظبط اللي هو هيبقى مناسب ليك ومناسب للشارع المصري، لأن الشوارع المصرية طبعا ما فيش شوارع كتيرة فيها نزلات، ولما بيكون في نزلة بتبقى دايما يا إما رايح يا إما جاي، ما فيش شارع اللي هو مفتوح الاتنين على بعض رايح جاي. وحتى كده ولا كده لو أنت تستعمل شارع من كتر ما هو واسع فيه عربيات رايح وجاية ده هيبقى خطر. احسن لك طبعا انك تنزل في شارع تكون عارف يا اما العربيات رايح يا اما جاي. وفي نفس الوقت السيرف سكيت برضو لذيذ في ان انت لما بتعمل يوتيرن انت بتشوف في ايه جاي وراك. السكيت بورد بقى مش كده خالص، انت بتبقى طول الوقت انت مركز قدامك وعايز توصل لاخر الطريق، ومركز في الزون اللي هي الزون اللي قدامك دي كده. السيرف سكيت الموضوع بيوسع لكده بالظبط، لان بلف جامد ببص ورايا وبعدين بلف كده برضو وببص ورايا كده. فموضوع مختلف تماما يعني. لو عايزين تجربوا الكونتاكتس تحت، ولو مش عايزين تجربوا عايزين تشتروا على طول برضو الكونتاكتس تحت. لو عايزين تخشوا على الفيسبوك جروب عشان تعرفوا بس ايه اخبار السكيت بوردز، بتتباع اسعارها ايه، بتتباع فين، وكل الكلام ده. اتمنى انكم يكون عجبكم لحد دلوقتي الفيديو، فما تنسوش تدعموني بلايك ها، وتنشروا الفيديو لو انتوا تقدروا، لو انتوا عايزين يعني، لو مش عايزين مش مشكلة. وبس، وتفضلوا اشربوا شاي معايا في اي وقت، انا موجود هنا في الشيخ زايد بدي دروس في الشيخ زايد، وبرضو بروح اماكن تانية يعني. لو انت عايز قابلني مثلا في مصر الجديدة ما عنديش مانع برضو، هجيب كل البوردز دي واوري لك كل حاجة، اوري لك from A to Z. هتجرب البورد ده، هتجرب البيرينجز الكويسة، هتجرب هتعرف. وانس ان انت عرفت بعد كده مش هتكمبرومايز بقى في السكيت بورد اللي انت هتجيبه، هتجيب حاجة كويسة من الاول عشان انت عارف ان السكيت بورد ده هيعيش معاك. فمهم قوي انت اول سكيت بورد تجيبه دايما ده بيبقى فيه سنتيمنتال شوية، سنتيمنتال فاليو. فالسكيت بورد اللي انت هتجيبه اول واحد ده لما يعيش معاك ويفضل معاك بقى العمر كله، وتفتكر بقى ان السكيت بورد ده هو ده كان اول واحد بالنسبه لك، هيعجبك قوي ان انت هتفضل تفتكره، هتبقى معلقه كده. زي مثلا في ناس كده بتحب عندها سنتيمنتال فاليو لاول جيتار مثلا، حتى لو الجيتار ما مش كويس ما بيلعبش كويس، بس بتبقى لذيذة ان انت تبقى عندك الحاجة القديمة اللي انت ابتديت بيها زي ريفرنس كده. فالسكيت بوردز اللي انا ببيعها التانية بقى اللي هي اللاند ياتس اللي هي من سكيت امباكت، انا ببيعها بنفس السعر بالظبط اللي هو موجود على سكيت امباكت. وبعدين كمان السكيت بوردز اللي في سكيت امباكت معظمها خلص خلاص اتباعت، فانا عندي 2 لقطة للي عايز. الاثنين اللقطة دول حلوين ليه؟ لان انا شرحت في فيديو قبل كده البيرينجز بتاعتهم حلوة جدا، عجل بيلف كويس قوي، والسوفتنس بتاع الويلز مناسبة جدا لمصر، تمشي في اي حاجة، تمشي في رمل، تمشي فوق تايلز، رصيف كله تايلز اللي هو
الشقوق دي الصغيرة اللي ما بين بلاطة وبلاطة، يعني رصيف كله بلاط بس بيبقى فيه شقوق بين البلاط، فانت بتمشي بالعجل الكبير احسن بكتير من اي عجل صغير. عجل صغير وكمان هارد هتبقى مصيبة، اصلا مش هتمشي بيه على التايلز ده، هتشوف لك سبوت تاني. فاصلا السبوتس محدودة جدا هنا في مصر عامة، السكيت سبوتس محدودة. ليه؟ لان مثلا شارع زي ده حلو وكل حاجة، بس اي سكيت بوردر عادي مش هيحب يمشي فيه لانه ايه، مش متبلط كويس، مش ممسوح كويس، في شويه رمل، في شويه طوب. فكل الحاجات دي السكيت بورد العادي اللي هو السكيت بورد ده مش هيبقى كويس فيه، هيمشي فيه بصعوبه. الا لو انت بقى جايب سوفت ويلز مخصوصه ومظبطه بقى، عامل له يعني بيمب سكيت بورد. بس انا قلت يعني اشير المعلومات دي واشير السكيت بوردز اللي عندي ليكو، اللي عايز يجي يجرب اهلا وسهلا، واللي مش عايز يجي يجرب اهلا وسهلا برضو، واللي قاعد في البيت عمال بيتفرج بس عايز موتيفيشن وخايف من الوقعات وكده، يعني لازم تكون مطمن. انا عندي اوريدي البروتكشن جير وانا هبقى واقف هفهمك كل حاجه ستيب باي ستيب، تعرف ايه تحط رجلك ازاي، انت ايمن ولا اشول، هل دي هتفرق ولا لا. هي برضو ليها دعوه، في ناس مثلا بتلعب كوره هي ايمن بس بتشوط بالشمال، وناس كده مختلفه. يعني في ناس بتلعب بلياردو بتقف واقفة جوفي، ومع انهم ايمن، يعني هو ايمن بس بيقف واقفة جوفي، ففي ناس كده معينة غريبة شوية. فعادي كل المشاكل دي انا بحلها وبفهمك، وطبعا فوق كل ده انت لما تجرب هتعرف. هي كده السكيت بورد فيه تاكس لازم تدفعه، التاكس هي انك هتقع، فلما تقع معاك جير وكده، معاك مثلا البو بادز وريست جارد، ده أقل واجب. يعني مش مشكلة الركب مش مشكلة، لأن معظم الوقت أنت هتروح متدحرج كده هتقع كده، مش هتيجي على الركب أصلا، هتقع على الريست بتاعك هنا وهتقع على الكوع. فهما دول أول حاجتين تحافظ عليهم. بعد كده الخوذة بقى ده موضوع تاني خالص، ده لما تكون تبتدي بقى داخل أنت في سرعة. بس حبيت أقول لكم المعلومات دي ويلا بينا.